خليني أبدأ معاك يا كريم. النهاردة نعم. كان إحساسك إيه وبجد في الدقيقة 95 لما الكرة جت في رجل أكرم ودخل الجول في محمد الشناوي؟ والله شوف كابتن اسلام، انا بصيت على التوقيت وكان باقي اعتقد حوالي 50 ثانيه يعني، بس تقريبا اول ما اللعيبه خدت الكوره وراحوا سنطروا وبنلعب من غير مهاجم صريح، لان طبعا اصابه حسام حسن ان شاء الله ربنا يشفيه وتطلع الاصابه بسيطه، فكل الظروف ضدك، لكن هي دي الانتصارات اعتقد في وجهه نظري اللي بتدي الفريق ادرينالين ان هو يكمل ويحسسك ان مهما الظروف كانت معكساني انا اقدر اتصرف، لان في نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام، الكوره مش تاكتكس بس، لا 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 عشان دي نقطه انا بدات احس ان الناس متخيله ان الرياضه في ايد المدرب، اللي هو ايه، انا لو عملت كل حاجه صح يبقى هنكسب، لو انا عملت كل حاجه لا لا مش معنى كده برضه عشان لا ما ايوه طبعا ما يعملش حاجه، لا لا في حاجات، لا في حاجات خير يعني، مثلا ان الاهلي من طول عمره بيكسب غزل المحله بانتصارات صعبه 2002 2003 ماتش كوبي وبيست من ده، الدور الثاني 2-1 تقريبا 3-2 3-2 برضه 3-2 صح، جيلبرتو جايب الجول في نص منتصف الشوط الثاني 2-1، نادي غزل المحله بيتعادل في ال 88 والكابتن سيد حفيظ بيحط الجون الثالث الانتصار في الدقيقه 93، فلافيو اول مباراه بعد هروب عصام الحضري جون في الدقيقه 92، كابتن عماد متعب قبل كده يعني، مباراه الاهلي وغزل المحله دايما بتاخد كده السيناريو ده، فانا بس النقطه المهمه فعلا ان احنا نشيد بالجمهور اللي فضل مؤمن أحلى حاجة في الملعب، في الدنيا احلى حاجه في الدنيا، الدفعه دي مهمه جدا للرياضي اللي هو بيمارس الرياضه ان يلاقي في ناس في ظهره، واللعيبه اللي امنت عمرو السوليه مش ممكن مش ممكن بمجرد زي الكوره، وميكسون خد الكوره وزقه اكبر مدافع غزل المحله ان يعمل معاه الفاول، والحمد لله علي معلول اللي بشيد بيه طبعا رغم ان هو الكابتن حفيظ قال ان هو كمل المباراه واضح رغم الاصابه، بصراحه يعني انتصار حلو. اقول حاجه يا اسلام، لو انت خيرتني قبل المباراه تختار انهي سيناريو اقول لك اختار، اقول لك اختار ده بس بعد الماتش، اختاره بعد الماتش مش قبل الماتش، يعني قبل الماتش هقول لك لا يا عم عايز ال 2-0 وحلو، لكن بعد الماتش اقول لك انا عايزه بالشكل ده.